إذن كما تابعنا هذا مفهوم أحد المواطنين حول الوطنية، إذن أستهل معك سيد محمد زمالي حول هل يعني توافق الرأي أنه اليوم في عهدكم يعني أنت كمجاهد كان التضحية من أجل استقلال الجزائر هو طريقة للتعبير عن الوطنية، لكن المواطنين البعض يعتقد بأنه اليوم فعلا الوطنية تبرز من خلال العمل، هل لك يعني أن تشرح لنا المفارقة يعني بين تلك الفترة وفترة اليوم؟ سبحانه بارك الله فيكم، السلام عليكم وشكر للضيافة. إذا كان نحضر على الوطنية عندها مرحلتين، المرحلة الأولى قبل الاستعمار، لما دخل الاستعمار 1830 أنا راكم عارفين بالثورات اللي قاموا إلى آخره، والآخرة كامل مثلا تاع حفيظ أمير عبد القادر 1920 الأمير خالد، ومن بعد تبناها مصالح الحج حزب الشعب الوطني، والوطنية في الوقت ذاك هو لسان يمدح الاستعمار، وتخلقت تأسست الكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوراس الله يرحمه، وهذوك الأفواج كانوا في القطر الجزائري كامل، والهدف من الوطنيين اللي كان في حركة الشعب الجزائري البيبيا هو زرع الروح الوطنية، والوقت هذاك هو الاستعمار، الهدف ما كانش حاجة واحدة أخرى، والأخوة التامة، إنسان أو وطني أو ضد الوطنية، ما نهضرش على الأحزاب الأخرى اللي هي أحزاب مثلا الحزب الشيوعي ولا الإدمان مثل تاع بس فرحات ولا هذوك حاجة واحدة أخرى، أما الوطنية كان لازم يسحق الاستعمار، هذاك الذل وهذاك واش راهم يعملوا في الشعب لازم يتمحى. وكان وانا كنت في الكشافه الجزائريه هنا في العاصمه قبل الثوره، وكنت مسؤول في بيكور وفي القصبه، وما كانش واحد في الكشافه او في الجزائر العاصمه او في الافواج الاخرين مثلا كما بليده ولا تيزي وز ولا سكيكده ولا اي ولا مستغانم ولا تلمسان، ما كانش واحد كشاف خان الكشافه اول نوفمبر كلها طلعوا للجبل. يعني الكشافه الاسلاميه الجزائريه كان لها دور في غرس يعني مشاعر الوطنيه. بارك الله فيك. سيد محمد زمالي، انتقل فقط لسيد سعد العرابة للحديث عن كيفية يعني غرس يعني الوطني في المجتمع، الأساليب التي يمكن من خلالها تنمية ربما في المدارس أو بطرق أخرى، كيف يعني يمكن يعني في ظل يعني ربما في الاستعمار تأتي بشكل عفوي، هناك عدو فمن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل، لكن في حالة عدم وجود يعني الأمور مستقرة وغيره، كيف يمكن أن يعني نعالج هذا الموضوع؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والله موضوع المواطنة هو موضوع جد مهم، يعني لازم نفهمه نحن ونفهمه لأبنائنا. المواطنة موجودة حتى في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وخرجوه قريش من مكة، كان يقول يعني كي جاء خارج من مكة أخرجوه يقول والله يا مكة أنت أحب إلي ولولا ما أخرجوني ما خرجت، يعني هادو مشاعر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الوطن، يعني احنا في الدين تاعنا موجود المواطنة، أنك تحب بلادك، انك تعطي العطاء لبلادك، يعني من من من, من عناصر الحاجه اللي نفهموها واجبتنا نحمي الوطن تاعنا، اول واجب هو اول الحب للوطن، تحب بلادك، بلادك هذيك تحبها. هناك اشكال، خلينا نكون واقعيين. نعم. انه في بعض الاحيان الظروف الاجتماعيه تؤثر، يعني احنا ربما في الشارع كل يوم نسمع الى اناس يعني حتى ربما العديد منا تحصل له انه عندما يكون في مشكل معين خاصه يعني الاحوال الاجتماعيه المتدنيه ربما الفقر وغيره تخلي الانسان يقول انا كرهت، وتقريبا بعض كثير منهم يلقي اللوم على الوطن، يعني هناك عدم تفريق ما بين الوضعية الاجتماعية، هل يمكن أن نقول بأن الوضعية الاجتماعية لإنسان معين يمكن أن يقلص أو يؤثر على مشاعر الوطنية؟ سؤال موجه لك سيد محمد زمان وكذلك لك سعد العرابة. شكرا بارك الله فيك. هما الشبيبة هذه لازم الإنسان يعطيهم ثوابت، يعني أدلة. احنا عمل في باش نهضروا على الوطنيه بعد 62، يعني بعد الاستقلال، بعد الاستقلال، بعد الاستقلال ما ننسوش احنا باللي الجزائر لما استقلت تحت فيها ازمات اقتصاديه وسياسيه، مثلا الحرب ما بين الولايات المسمى 62، بعد حركه تاع الوفافاس تاع القوه، بعد جا المروك حسان دوس كما يقولوا له حسان تاع المغرب هجم على الجزائر، من بعد وقع انقلاب في الجزائر، من بعد حصيلة الظروف هذه خلت الحكومة الجزائرية تعمل الأولويات، الأولويات هو العمل هو الاقتصاد وحاجات تبنيها على غلب. ربما الفكر الاشتراكي في تلك المرحلة كذلك أثر
نعم. الفكر الاشتراكي نتشبع ربما بافكار معينه اثر على الايديولوجيه في هذا الوقت. صحيح. وانا احنا الاشتراكيه احنا كما قالوها السبيسيفيك خاصه. لا هي جماعه كوبا ولا جماعه السوفيات ولا من صاحب بارك الله فيك، اشتراكيه مطلقه. وما تنساش بلي عندنا ناس قبل جزائريين كانوا في الحزب الاشتراكي نتاع فرنسا قبل 54. كل واحد ماشي اشتراكيه مدروسه كما راهم مثلا يقولوا ماركسيزم والا حاجات هذيا، ولا في مصر مثلا سموها اشتراكيه التعاونيه سوسياليزم كوبيراتيف. حنا عندنا ظروف خاصه، والشيء هذا ما يخليكش باش تكلف بالشبيب تاعنا باش توجهها 100%. ولو كانت في الوقت هذاك الاتحاد الطلبه تاعنا لونيون ناسيونال تاع لونجا كما يقولوا، لونيون ناسيونال تاع الشبيبه لعبت دور، بصح ما يكفيش، ما يكفيش على الظروف. والشبيبه نتاعنا حنا اللي خليناها محسوب، الحكم اللي خلاها والا الناس اللي انت لا تلوم الشباب اليوم اذا لاحظت انهم يدمروا بشكل كبير او لا 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 اللي فو با يكونوا يعني متايسين، فهمت على بوندو؟ لا لا، وانما الحمد لله رانا في التقدم. لازم نعرفوا رواحنا باللي كمان الجزائر اليوم راهي في القمة نتاع الدول المتخلفة ولا ولا في أنفوا دو ديفلوبمون، وإلى كمام الجزائر عملت حاجة كبيرة فعلا. ما فيها حتى كلام. واليوم رانا عملنا أكثر، كل سنة رانا نتقدموا، والشباب نتاعنا لازم يشوفوا واش جرى. الجزائر هذه عندها ضغوط، راهي عندها ضغوط سياسية اقتصادية ما يخلوكش، ما كانش واحد عدو يخليك باش تخدمي، لازم يعمل لك عراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. والشباب هذه لازم يفهموا الشيء هذا، والحمد لله اليوم راهم سي دي مليون اللي راهم متخرجين ملايين من الجامعات مثلا، ولا على الاقل من التيرمينال مثلا. لا الياس ما كانش منها، ونحن الحمد لله رانا في التقدم. كل ما هو انسان جمل الحكم عمل واش يقدر وحس بالظروف اللي كان فيها. واضح سيد محمد زمالي. سيد سعد العربه، عندما تلاحظ يعني بصفة عامة المجتمع الجزائري نفسه، سؤال متعلق بخاصة الشباب الذين يتدمرون يوميا من المشاكل، ربما المشاكل التي يعيشونها هي قاسية نوعا ما تدفع الكثير منهم بأنه يقل لديهم نوعا ما شعور الوطني، هذا هو الأمر الذي يصلنا، لكن في يعني أضعف أو أصغر لحظة تحس بأنه يخرج ذلك الشعور. ما هي يعني اللحظات او المناسبات التي نحس فيها فعلا بانه الجزائري هذا يحب بلده وعنده نوع من الوطنيه بشكل والله كبير؟ والله يعني في بعض الاحيان احنا نشوفوا بعض الشباب كي يكون في ازمه نفسيه واجتماعيه وعنده مشاكل مع الاداره ولا مشاكل حتى في المعيشه، بالك ما عندوش عمل، بالك ما عندوش سكن، بالك يعني مشاكل اجتماعيه، يتكلم بهذا الكلام لعدم ما عندوش تجربه وما عندوش خبره. لان كيما نقول لك حب الوطن هو اوتوماتيزم وموجود في فطره الانسان. يعني نقول لك بلي نلاحظوا اي شاب واي واحد جزائري لو كان يروح للخارج يضرب فتره ويجوز رمضان ويجوز العيد والله غير تلقاه يبكي في الطابله، لانه يقول بلي كيفاش يحس هذاك الحنين للبلد ديالو، يحس بالشعور تاعو بانه الوطن تاعو ما كاش اغلى انه يعيش فيه. صح نقولوا كل بلد فيها مشاكل، ونقولوا في بعض الاحيان كل مشاكل موجوده في البلد، بصح والله غير المواطنه هي فطره في الانسان، كل واحد يحب بلده. فعلا ربما ممكن اذا توافقني الراي انه في بعض المناسبات خاصه في كره القدم ربما في كل مكان لاحظوا ربما أكيد. هذه اكثر جانب ربما الجزائري يعبر فيه أكيد. على روح الوطنيه. ربما بعد الجرائد يعني انا استوقفني اليوم صوره هي كاريكاتوريه بصحيفه ليبرتي تبين نوعا ما اذا كان مع المخرج فقط انه الصوره تتضح انه يوم امس كان اليوم الاستقلال الامريكي، لدينا علم امريكي، هنا كذلك العلم الفرنسي يعني فيما يتعلق ب 14 من جويلية بالنسبه لفرنسا، لكن بالنسبه للجزائر يعني هو نوع من يعني يعبر بشكل كبير هو ملعب لكرة القدم، أنه هذه طريقة ربما الجزائريين هو ملعب 5 جويلية فعلا، هو تقريبا الطريقة التي يعبر فيها الجزائريين عن حبهم للوطن، أنه عندما يلاحظ يعني ملعب كرة قدم هو بالنسبة لي هو يتعلق بهذا الجانب. يعني في كل مرة نحدو بأن كرة القدم لديها إسقاطات على أو تتضح فيها روح الوطنية للجزائريين. يعني هي كتجربة يعني في الجزائر أن يعني نشوفوا بلي في المقابلة يعني اللي صارت يعني بطل إعلامية ولا تاع كرة القدم نشوفوا بلي الجزائر يكون على كلمة واحدة يخرجوا ويفرحوا، خاصة عندما يفوز الفريق الوطني يعني نشوفهم كاع متضافرين يخرجوا ويفرحوا وكذا، يعني يحسوا بأنهم اعتزاز أنهم ينتموا إلى الجزائر، يحسوا بأنهم حب الوطن، حب
الطب الجزائري، يعني هذا الشيء اللي كان في بعض الاحيان كاين اشياء اللي تطبع هذا الشاب الجزائري ولا هذا الفرد الجزائري انه يحب الوطن من خلال المناسبات خاصه كره القدم. على كل ونحن نتحدث عن الشباب، خلينا نستمع فقط لراي احد يعني الشباب الجزائريين، اين عبر انه ضروره ودور السلطه في غرس الروح الوطنيه، فلنتابع. التحسيس بروح الوطنيه يكون من الدوله كحد ذاتها، يعني من الحكومه ومن يعني ليس فقط من الشعب، لأن يعني الشعب يحس بالوطنية عندما يكون هنالك أذان صاغية مثلا في توفير ما هو ضروري للحياة اليومية للمواطن، كذا يحس المواطن بالوطنية. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية الرابع المصادف لأربعة جويليا، ولكن تجدين شعارات فوق السيارات وفوق الحافلات، يعني ليس طوال السنة تمجد التاريخ الأمريكي ليس فقط يوم الاستقلال. يعني تمشي الآن في الشارع تسألين أي شخص ماذا يمثل لك اليوم، بطبيعة الحال لا يعرف، حتى يسمع الأناشيد لأن ليست هنا لا يوجد تحسيس لروح الوطنية، يعني روح الوطنية تغرس في الشخص. ماذا تنتظرين من الشباب؟ إذن عودة للحديث حول هذا الملف مع ضيفي في البلاتو. سيد محمد زمالك، كنت تستمع إلى شاب يعني في مقتبل العمر في العشرينات يقول بأنه روح الوطنية تغرس وهو دور السلطة، ما مدى صحة هذا الأمر؟ وفي الحقيقة ما تغرس كل ما هو شاب، رانا شفناهم كما قال الأخ الروح الوطنية موجودة، وإنما يجوا حوادث يدعموها وتخرج تنفجر هكذا. مثلا كما تكلمتي بارك الله فيك على نتاع الكرة مثلا، وإلا في أي مظاهرة واحدة أخرى، شفنا الشباب نتاعنا الروح الوطنية موجودة ولو فقير حالته حالة، بصح كي تجي المناسبة هذيك يسلف باش يروح للسودان على جال الفوتبول، شفناهم وهذه الروح موجودة تتغرس ما كانش منها. لكن أليس هذا يعني إشكال أنه لازم تكون عندنا مناسبة حتى تتضح؟ يعني لاحظنا في التصريح الأول يعني رأي الأستاذ المتقاعد قال بأنه لابد أنها تبرز في العمل، أنه الإنسان عندما يقوم بعمله بشكل جيد من الثامنة صباحا إلى غاية يعني إنهاء فترة عمله وإتقانه للعمل هو تعبير بطريقة وأخرى عن الوطنية. لهنا الأستاذ على بالي لعل يعرف الضمير الوطني، صح إنسان وطني، وإذا كان زاد الضمير المهني فهمت، هو أعطى مثال عن العمل صح وطني. لهنا ولا ما لازم تدعيم، التدعيم اليوم ناقص شوية في الشارع نتاعنا، مناش الشارع، هذه نظريتي شخصيا ناقصة في القوانين، القوانين تاع التشريع ماشي تاع التشريع، لازم يعملوا قوانين صارمة، يعمل هكذا لازم يخلص، ماشي معناها الظلم، والقانون تاع الدولة ما يظلمش، لأن راهو قانون ينطبق على الجميع، حتى القانون كيكون صارم وقوي، مثلا نشوف واحد قتل يماه يحكموا له 10 سنين مثلا الحبس. ما نهضرش على الجوج، نهضر على القانون واش يقول، خاطر الجوج يطبق القانون واش موجود، كيفاش يقتل ما يحكم له 10 سنين، واحد اخر كيشوف في التلفزه ولا يقرا كما جريده نتاعكم الله يبارك النهار، فهمت، يشوف يعني شيء خاطين العاده، وهذا ينقص شويه من الضعف نتاع الانسان والثقافه خاصه، هذه كلها تنقص له شويه من تدعيم الوطنيه، وكل واحد ونظريته، اما لازم ستار انسومبل القوانين الشعب كل واحد يلعب دوره. سيد محمد الزمالي، وانت يعني عشت فتره يعني الحرب وفتره الثوره، هل تعتقد بان الوطنيه فعلا لابد ان نغرسها او هي امر ياتي بشكل عفوي؟ لا الوطنيه تغرس صح كما قال، وانما لازم نفهموا الغرس، مش الناس كلها بالثقفين باش يغرس، واحد ضعيف كامل طول النهار ويخدم الليل ما عندوش الوقت باش يشوف ولاد ولا يشوف عائلته، كيفاش يغرس فيها الوطنيه؟ ويشوف جاره مثلا يرمي في الخير ما يقدرش يغرس الوطنيه، ولو يغرس الوطنيه يقول له بابا راك غلط. الوطنيه الدور نتاع الاعلام، الدور نتاع الحكومه لازم الدعم الاعلام في بعض الحاجات باش يعملوا. ربما كان وانت تتكلم عن الاعلام كان للسينما دور كبير، يعني بعد ثوره التحرير افلام مثل معركه الجزائر، الافيون والعصا، كلها كان لها دور، يعني مؤخرا بدا هناك تدعيم لاهميه يعني معرفه اهميه السينما. صحيح بارك الله فيك، فكرتين في الحاجات هذوما، هذا كل تدعيم الغرس صح الانسان وين يغرس الوطنيه، في داره عندي ما هو باباه والا في المسيد مثلا. هذه هي النقطة فيما يتعلق بالمسيد. ثاني لازم بكري لي فرونسي احنا قبل نقرو لو بير لي غولوا
السيفيزم هذاك الدروس تاع حب الوطن وحب الوطن احنا ما شفناهاش في الكتب تاعنا من بعد. الانسان يمد للشبيبه يغرس فيه ولو تتنسى في الضمير نتاعو بصح من بعد يتفكرها في اللاوعي سهل تبقى. بارك الله فيك باش يفطنها كما قال الاخر. وهذا كل واحد ونظرته ولا ما الله يبارك استاذ راهو شار فعلا قطهمة. ربما انتقل السيد سعد العرابه بصفتكم يعني لديك خبره كذلك في كيفيه التنميه وغيره، وتكلم السيد محمد زمالي عن دور المؤسسه التربويه، هل تعتقد بان المؤسسه التربويه مقصره نوعا ما خاصه فيما يتعلق بربما اهم الطرق التي يتم من خلالها يعني تدعيم هذا الجانب؟ يعني احنا كل يوم يعني كنا متابع نعرفوا بانه رفع العلم في حد ذاته قسما في حد ذاتها لديها يعني النشيد الوطني لديها اهميه في بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع، لكن حتى في الدروس في حد ذاتها ممكن انها تاثر. والله يعني احنا كما اسلفنا ذكر ان المواطنه هي شيء مغروس في الانسان. يعني بمجرد انسان في بعض الاحيان وان كنا كما نقول لك التوعيه تاعها راهي ناقصه سواء كان في المساجد ولا حتى في المدارس وحتى في المناسبات مثلا في 5 جويليه ولا حنا كبودنا يعني الاعلام يقوم بالدور تاعو يفهموا واش معنى المواطنه. يعني لو كان بالك تروح للشباب تقول واش معنى المواطنه يعني ما يفهمش معنى المواطنه. انه ينتمي الى الوطن، انه واجب عليه انه يحب الوطن تاعو، واجب عليه انه يخدم الوطن تاعو، واجب عليه انه يبني الوطن تاعو على خاطر الوطن تاعو. ولا ما بناش شكون حيبنيه؟ ولا ما بناش الوطن هدايا وما فكرش فيه شكون حيفكر فيه؟ والوطن هدايا ولا هو راح من الوطن تاعو شكون راح يحتويه هو كانسان؟ حنا قلنا بلي كاين ناس بزاف وقتاش الانسان يحس بالمواطنه كي يروح مثلا للخارج او عاش عام لحق رمضان يلقى روحه يتفكر بيئة تاعو، يتفكر ناسه، يتفكر الجو اللي كان عايشه، يتفكر العائله تاعو، عمومه وخواله، يعني هذيك البيئه اللي عايشها هذا هو الوطن، هو الانتماء لهذيك المكان، هو الحنين لهذيك المكان. يعني انسان يشوف بلي انه الوطن تاعو راح يمد له اشياء كثيره. هو لازم اولا يمد له الواجبات باش يعطي له الوطن يعطي له الحقوق. الواجب تاعو انه يحب الوطن تاعو، انه يخدم الوطن تاعو، انه يسيب لهذا الوطن تاعو. نشوفوا بزاف الناس كما قلنا مثلا في كره القدم تلقاه مثلا راح يدير بطوله افريقيه ولا بطوله عالميه كي بيطلعوا العلب تلقاه يبدا يبكي. يعني يحب عنده حنين للوطن تاعو. البعض يعني البعض خاصه من المختصين في علم النفس يقولوا بانه طبيعه الشخص الجزائري في حد ذاته نلاحظوا بانه كاين اشكال في ما يتعلق بالتعبير عن المشاعر سواء للام سواء للاخت لزوجه وغيره. ربما نفس الامر اسقطوه عن الوطن، يعني الجزائري لا يعرف كيف يقول احب وطني، ربما في نكون واقعيين يكون نوع من الخجل، لكن في ابسط مناسبه تاتي تلاحظ انه يعبر عن ذلك سواء في مناسبه يعني ربما لابد ان تتوسع. يعني لاحظوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لو كان من دوله تقوم بشتم او يعني بتعدي على الجزائر لاحظ انهم كلهم ينوضوا يتحدثوا وينتقدوا الامر. يعني هناك فقط سوء استغلال، يعني كما اشرت سيد العرابه هناك بذره هذه الوطنيه حتى وان كانت الظروف الاجتماعيه صعبه بالنسبه للجزائريين. يعني احنا بينسير اكيد احنا نشوفوا باللي الوطن تاعنا الجزائر ما شاء الله منطقة جيدة فيها 4 مناخات فيها تنوع في المناخ، يعني الوطن تاعنا ما شاء الله الله يبارك. ومم كيما نقول لك حتى الشعب الجزائري احنا ما ناخذوش يعني على حالة وحالتين انهم كيما نقول لك ما يحبوش الوطن. يعني احنا قلنا هذه المواطنة هي فطرة في الانسان بمجرد انه يكون في العقل اللاواعي، يعني بمجرد انسان يطيح في مناسبة يلقى روحه عاود ولا الفطرة تاعو يحب الوطن تاعو يحب الحنين. دوك كي يكون في الخارج بيفكر الام تاعو والاب تاعو والمكان اللي عاش فيه والاصدقاء اللي عاش فيهم، الجو تاع رمضان، الجو تاع العيد، الجو تاع المناسبات. مثلا كون مقابله زعك عالميه في كره القدم تلقاه يشارك ويهتف للقنوات، يعني هذه المواطنه يعبرها بطريقه اللاواعيه. وكاين في بعض الاحيان انسان يفهم المواطنه وهي شيء قليل. احنا واش قلنا بودنا رساله يعني يعني المصالح يعني سواء كانت المدارس ولا المساجد يفهموا ان المواطنه هو شيء اساسي في الانسان، هو فطر في الانسان. واضح سيد سعد العرابه. على كل نختم يعني باخر تصريح لنا هو لفتاه في عمر يعني 8 سنوات تقريبا فلنستمع اليها. الذي يحب بلده يضحي من اجلها ويحفظ الامانه فيها ويحفظ فيها ويتعاون مع الناس في كل مكان.
كان هذا رأي يعني نقوله بأنه الحقيقة تخرج يعني من أفواه الأطفال. سيد محمد زمالي، ما رأيك يعني وانت تشوف اليوم أنه الأطفال لديهم يعني حتى في طريقة حديثها تحس أنها صادقة في مشاعرها؟ الله يبارك، يعني عبرت على الشيء اللي لازم في الحقيقة، كما قلتي حقيقة تخرج من عند الصغار هذوما. والوطنية كما قلنا لازم نقولوا الحقيقة، الشعب الجزائري وطني. إذا كان فيه فئة صغيرة، العالم كامل لما نشوفوا فيه فيه حوادث، فيه شيء اللي يجرى، احنا الحاجه اللي كما كذا نكبروها ونشوها ونعملوا التشويه وممكن حتى نحرفوها باش يمس في الجزائر، هذا ما كانش منها. اما الجزائريين استغفر الله 99.99% وطنيين، ما فيها حتى هضره، ما نهضروش على واحد خارج من الطريق. هذه ماشي في العالم كامل، رئيس الحكومة معروف على بالكم فيه في الخارج وخارج من طريق. أما الوطنية كما قال الأخ مغروسة في الإنسان، لازم الإنسان يدعمها. واحد كيكون ميت بالشر في الشارع ما تقدرش تقولوا اجري على الجزائر. بصح لو كان هناك أولويات، لو كان مثلا يسمع بالجزائر تبست ينوض يجري. هذه شفناهم كما قال، ما شفناهم في الكرة في أوروبا، الجزائريين ديزي ميغري عندهم بالله استغفر الله 20 سنه ما دخلوش الجزائر، بصح عملوا مظاهرات وعملوا شعارات وكاتبينها بالفرنساوي عوجه وبالعربيه عوجه تحيا الجزائر الى اخره. وهذا كله يعني ظاهر باللي الجزائري مازال وطني ما فيها حتى شك. سيد محمد زمالي، سؤال فقط، في 5 جويلية 1962 أين كنت وماذا كنت تفعل يعني في تلك اللحظة؟ أنا عام 5 جويلية 1962 كنت هنا في الجزائر وكنت متكلف مع زوجتي خطرية بنت مسؤول وشهيد وعملنا العلامات اللي شفتيهم اللي هنايا في الديفيلي تاع 62 واللبسة هذاك خيطتهم زوجتي، انا جبتها القماش جبتها كلش ومديناها. يعني تحيه للزوجه، يعني ربما احوالها الصحيه التي منعتها من الحضور معنا. واصل سيد محمد زمالي. وعملنا العلامات ووجدناهم، شرينا القماش من عند الاخوان بلي مظافر في رودالير في الجزائر، وكنا واقفين معاهم لان انا كنت صغير مسؤول صغير والكبار هم اللي كانوا يمشوا فينا سنورمال، منهم بوسحه معروف يعني القياده. كيف كانت المشاعر في ذلك اليوم؟ يعني الجزائر كلها خرجت، الناس خلت بيوتها وخرجت. هذيك في الحقيقة لازم نقول الحقيقة، احنا في الثورة كنا على بالنا باش نستقلوا، وقتاش نستقلوا ما على بالناش، كنا نقولوا إن شاء الله نشوفوا العالم يرفرف ونموت. الشاعر هذا كي استقلنا الفرحة فريمون كانت يعني أكثر منها، كان الناس قريب يهبلوا يشطحوا في ساحة الشهداء في سكوار بور سعيد هذاك، فهمت، شفناهم وحتى باش جبنا فدائيين باش يلبوهم شويه بحسب كان الفرحه هذه ما كانش منها، خاطر كنا على بال استقلوا، بصح باش نشوفوا العالم حاجه واحده اخرى. خاصه احنا كنا قبل كما قلت كنا في كشف الاسلامي قبل، وشفنا الكفاح في الدول الاخرى، شفنا في حزب الشعبي الى اخره، كنا عارفين مستقل، وانما هذيك فرحه ما كانش، ما تعودش هذيك. وكنا حتى عندنا علم قدم منهم واحد اللي هنا نتاع عملنا به المظاهره نتاع 11 ديسمبر 1960 فهمت، جبدناهم وكملنا بهم وما غسلناهمش، اليوم من هذا باش مش مغسولين. العلم معك سيد محمد زمان، ممكن نشوفه؟ يعني تفضلي. هو علم من 1962 واحد 11 ديسمبر 1960 في 1960 يعني. نعم يعني حيكون جميل جدا انه نشاركوا المشاهدين هذا العلم اللي راك تحتفل به، ممكن انك يعني توضحوا للمشاهدين ما زال يعني بنفس الخياطه تخيط بنفس كل شيء. مازال هذا من 1960 جميل جدا يعني تحتفظ به الى اليوم بشكل. هذيك مازال مع الزوجه حبت تغسل، قلت لها لا ما تغسليش خليها هكذا. لماذا يعني رفضت انه يغسل العلم؟ خاطر فيها قطره نتاع دم. وزوجتي كانت باش يخطفوها في البرب اللي في باب جديد، وعندها الحظ كي شدوها منا عملت هكذا الدول فيست نتاعها، والفدائيين كان مازال منهم واحد حي شدوها، اما كان يخطفوها قلت لها لا خليه. هذا ما كان.
يعني تحية لي يعني سواء الشهداء الأبرار حتى المجاهدين الذين يعني لولاهم ما كنا يعني اليوم جالسين هذه الجلسة. تحية لك سيد محمد زمالي، تحية لك سيد سعد العربي على مشاركتكما معي في هذه الساعة الإخبارية. شكرا جزيلا لكما، شكرا لك سيد محمد زمالي، شكرا لك سيد العربي، شكرا لكما.